سيكمل التدقيق. أين يذهب وريو؟ أين يذهب وريو؟ أين يذهب وريو؟ تحت الكرة الماضية والمتابعة الدقيقة من حكم المباراة. هل سيدي؟ أنا سيدي ستون بكرة بكرة دولة. ضيعنا المقابله في الربع ساعه الاولى، الربع ساعه الاولى ضيعنا بزاف الاهداف، كانت في حقيقه كنا نحسموا المقابله وفي رمزي بشويه ملي ماركا وسميتو رجعوا في الماتش، هما رجعوا في الماتش زائد القوه ديالهم زائد الظروف شويه صعيبه. مي هذا الماتش خصنا ننساوه وخاص يكون درس للركراكي، لان لا كوب دافريك ماشي هي لا كوب دي مون. صراحه لعبوا مزيان و كان الماتش كامل صراحه مزيان وغزال، المباراه دازت زوينه بالتوفيق للجميع. انا كنهديهم الورود، واخا التعادل ماشي مشكل، المهم لعبوا مزيان. وبيبا المغرب، بيبا ماروك. صراحه هذا التعادل بطعم الخساره، ولكن ماشي مشكل، كنا كنتمنوا اننا في هذا البارديدو هذا ندوزو الدور اللي ماجي. بالحق كنتمنى ان شاء الله البارديدو اللي ماجي ما يكون غير الخير ان شاء الله، ندوزو ان شاء الله الدور اللي ماجي. صراحه كان الجو شويه الحراره يعني بالنسبه للملاعبيه كانوا كيعانيوا من الجو الحراره بزاف، يعني اذا لاحظنا كان الحكم كيوقف كل 20 دقيقة 10 دقائق كيوقف كيرتاح من اللاعبية لأن الحرارة بزاف. ولكن الحمد لله على كل حال كنتمناو بارديدو اللي ماجي نعوضوه وننتصروا إن شاء الله وندوزوا إن شاء الله. أجي كيفاش كان الماتش؟ كيفاش كان الماتش؟ لا والو عصبونا، هذه ماشي بداية، هذه ماشي بداية، واخا ولكن خصنا نربحوا حنا ماشي واحد صراحة كنا كنتسناو هاد النهار واحد المباراة قوية من طرف المنتخب الوطني. تاع صراحة واش الأجواء الطقس كانت جد حارة اللي صراحة ما خلاش يكون واحد الأداء اللي نشتنا، وكنتمناو هاد المستوى اللي بان به المنتخب الوطني ما يأثرش عليه سيرتو في المقابلة المقبلين. المقابلة المقبلين خص يكون شوية ديال التركيز، وإلا كان العياء خصها تكون المداورة بين اللاعبين باش على الاقل يديروا واحد النتيجه زوينه. والهدف ديالنا من هاد كاس افريقيا راه هو التتويج ان شاء الله بالكاس، وما غنقبلوا حتى شي نتيجه اخرى من غير التتويج بالكاس، ونهديو لهذا الجمهور المغربي اللي ولا كيفرح باي نتيجه، التعادل الفوز ديما فرحان. الحمد لله من المنتخب دي خرجنا للشوارع نبقاو نفرحوا، ولكن ضروري خصو يقدم الكاس باش يبقى مستمر في النتائج الجميلة اللي دار ويكمل على المستوى اللي ظهر به في كأس العالم إن شاء الله. شكرا. حنا جيت فرحانين بالتأهل المنتخب، رغم التعادل راه منتخب الكونغو ماشي منتخب سهل، ولكن الحمد لله تعادلنا وان شاء الله ضامنين التأهل ديالنا انتم ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله الربع النهائي والنصف النهائي والنهائي ان شاء الله يا ربي، وديما مغرب كأس افريقيا ديالنا ان شاء الله يا ربي. الماتش كان تبارك الله مزيان، ورغم انه كانوا كانت صعوبات ديال الصاد واللعبه ما مولفينش،
ولكن كوميم بعدا برافو لهم، نتمنوا الماتش الجاي ان شاء الله يكون الرباح يا ربي. الحمد لله احنا كيعجبنا المنتخب ديالنا ونتمنوا من الله يزيدوا مازال قدام ويديوا هذه الكاس هذه ان شاء الله. وديما مغرب الحمد لله احنا رغم التعادل كنفرحوا بزاف، واخا هيداك احنا فرحانين رغم التعادل، داكشي كنتسناو ان شاء الله المباراه القادمه ان شاء الله ميلعبوا ويكون خير ان شاء الله، نطلبوا الله احنا نكونوا احنا الاولى ان شاء الله. رغم ذلك كاينه فرحه موجوده انتم كيف ما كتشوفوا دابا، واخا هيداك احنا فرحانين وان شاء الله يكون خير ان شاء الله من القدام ان شاء الله يا ربي. انتم كتشوفوا الشمال، الشمال ديما النشاط، واخا خاصني كنفرحوا الحمد لله يا رب. بالله الفريق الوطني كان يعني جيد وان شاء الله غادي يدين قدام وان شاء الله يكون مباراه قويه ان شاء الله وغادي نتاهلوا ان شاء الله النهايه يكون على الخير ان شاء الله. يعني حنا فرحانين متعاد ان شاء الله، كل شيء الحمد لله كويس بخير، الحمد لله كل شيء مزيان والحمد لله رب العالمين.